أنا قلت الكل يكون عند الباب. الكل يعني الكل. واحد يجي يتبكبك عشان أخوه يحن قلبه. يا معلم، إسماعيل راح عند أخوه سالم. يعني الواد ما كفر. يدافع عنه يا حمدان، لا غلطان. لا يا معلم، ماني غلطان. أنا سويت الصح في غيابك. طيب يا حمدان، لينا كلام بعدين. الواد هذا كتر غلطاته، ولا تكتر غلطاته لازم يتربى. هات شونك يا والد. بقول لك هات شونك يا والد. الشون هذا ما تستاهله انت. يلا توكل على الله وانسى الشون هذا حقك.